صباح النور سارة وثامر وكل المشاهدين، أهلا وسهلا. صباحك سعادة. يعني قولينا كيف التجمعات والمجمعات التجارية استقبالا للعيد، كيف هي الإقبال هناك والازدحام؟ في البداية كل عام وانتم بخير مقدما سارة وثامر وكل اللي بيتابعونا الآن على شاشة الإخبارية. الأسواق بتشهد إقبال كبير عليها في هذه الأيام، وخاصة أن الكل بيستعد لعيد الفطر وشراء الحاجيات الخاصة بعيد الفطر للأطفال لكل العائلة. فإحنا بنشهد تزاحم وإقبال كبير على مدار 24 ساعة. طبعا الأسواق بتفتح على مدار 4 فترات متتالية، والآن إحنا بنشهد الفترة ما بعد الظهر، بنشهد استعداد الناس ويعني دخولهم لهذه الأسواق. وبالتزامن مع هذه التزاحم والإقبال الكبير بنشهد تشديد في الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة والإدارات الأسواق. فبنشوف قياس درجة الحرارة والباركود وتوكلنا عند المداخل. والحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا إحدى المتسوقات في هذا المول للمعرفة كيف رصدت هذه الإجراءات الاحترازية. أهلا وسهلا بك على شاشة الإخبارية، حدثينا كيف رصدت الإجراءات الاحترازية في المجمعات التجارية بجدة؟ يا أهلا وسهلا فيكم في البداية، وشكرا على تسليط الضوء وأنكم دائما متواجدين وبتنقلوا هذه الأحداث إلى كل العالم وكل من بشاهدنا. مثل ما ذكرت الإجراءات الاحترازية اليوم مختلفة عما سبق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن العالم أجمع. الاحترازات مثل الدولة وجميع الوزارات على قدم الوساق بالحرص والاطمئنان على سلامة المتسوقين أبناء الوطن وكذلك أخواننا اللي عايشين على هذه الأرض. من يوم ما دخلنا السوق إلى يعني أنا كنت قريب ماشية، شفنا منهم الأمن والأمان، كيف الكلام المعبر اللي بيعطونا إياه في الإرشادات، كيف الجميع كان في هذا السوق بيقول لنا لو سمحتوا الكمامات لا تنزل، لو سمحتوا كمان بيشوف التطبيق توكلنا. إحنا داخلين على كافة المحلات دائما بنشاهد الزحمة أعياد والناس مبسوطة وتبتقضي وهدايا، ولكن إحنا بنشوفهم بيعطونا كافة سبل السلامة عشان هم حريصين على صحتنا. فبيشوفوا توكلنا، بيقيسوا حرارتنا، الكمامات ما بتنزل أبدا في المحلات، هذا الحرصهم أو كمان الحرص الوزارات عليهم. في هذا كله في أعداد معينة، يعني إحنا بنشوف كل العالم كيف اليوم حظر ومنع تجول وخوف ورهبة، لكن مثل ما قالوا وطننا أمن وأمان، فإحنا فعلا بنعيش هذا الرخاء على هذه الأرض وإحنا بنتسوق. وكل عام وكل المشاهدين والأشخاص اللي بيشوفونا بخير وبصحة وأمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرفع هذه الغمة ويزيحها عن بلادنا وكل العالم. شكرا لكم. شكرا لك، يعطيك العافية. طبعا كما ذكرت أختي المتسوقة في هذا المول أن جميع الجهات المختصة بتعمل على قدم وساق للحفاظ على صحة المواطن والمقيم. وهذا كل ما لدي سارة وثامر، والصوت والصورة لكم. يعطيك العافية غفران مكي من مرستة من جدة، شكرا جزيلا لك. شكرا غفران.